حدثني اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقه كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها او يرفع عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه ودل الطريق صدقه